نقيتي لنا اياها لليوم الاحد. اليوم الاحد 30 كانون الاول 2012، اخر يوم احد من عام 2012. عدد قليل من الصحف صدر اليوم، بس عناوين كثيره حملتها الصحف القليله يلي رح نجول عليها اليوم بحلقتنا. محليا النقاش داير حول قانون الانتخاب كان الخبر الابرز، اما اقليميا فالابرز كان بطبيعه الحال تطور